مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في برنامج جوب توجر الذي تشاهدونه خلال شهر رمضان على قناة الأجواء. سؤال عدد اليوم يقول: كم مرة ذكرت الجنة في القرآن الكريم؟ بدون إطالة روح نشوف رأي الجزائري حول هذا السؤال. هل هلالك يا هلابك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. مرحبا بك. الله يبارك فيكم، مرحبا بكم في بسادة. الاسم الكريم عمر. سي عمر راكم لاباس؟ لاباس والله الحمد لله. راك تشوف اجواء الحمد لله. معكم برنامج جوب توجر على قناة الاجواء. الله يبارك، مرحبا بكم، مرحبا بكم هنا في معنا. سؤال اذا قدر جاوب عليه. اذا قدرنا، اذا حضرنا ماشي، انا مستعدين ان شاء الله. تفضل. كم ذكرت الجنه في القران الكريم؟ لا اذكر. لا ما عندكش فكره؟ ما عنديش فكره، رغم انني قريت القران بس ما عنديش هذه الفكره. معليش، كلمه بمناسبه شهر رمضان. ان شاء الله نتمنى يعيد، ان شاء الله يجينا بالصحه والعافيه للامه الاسلاميه وللجزائر خاصه، وربي ان شاء الله يعطينا الصحه ونصوموا في اتم الاسم الكريم. صالح السعدي. صالح. اي صالح راكم لاباس؟ الحمد لله ولا قرح. الحمد لله، الاجواء زينه الحمد لله. معك برنامج جوب توجر على قناه الاجواء باذن الله. اهلا وسهلا، مرحبا. عندنا سؤال اذا قدرت تجاوب عليه ان شاء الله راح تحصل معنا على هديه. ان شاء الله ستي، ان شاء الله ماذا بين. سؤالنا لعدد اليوم يقول: كم مره ذكرت الجنه في القران الكريم؟ لا اعلم. ما عندكش معلومه؟ ما عنديش فكره عنه. حاول معنا، اعطينا كلمه مناسبه. نعم، كل عام وانتم بخير، وربي ان شاء الله يجعل لنا عام سعيد ان شاء الله، وينسينا الهموم اللي فاتت، وان شاء الله الناس قاعدين تكون بخير ونصوموا في صحه وعافيه. ومرحبا بكم عند محلات شويه. معك برنامج جوب توجر على قناه الاجواء. ما شاء الله، اهلا وسهلا بكم ان شاء الله في مدينه بوسعاده مضيفه. الله يبارك. امين. واش تحكينا على بوسعاده هنايا؟ راهي قايمه شويه لاباس. الحمد لله، اهلها اهل الكرم موجود وطيبه. الله يبارك. ان شاء الله راكم في وسط اهلكم. الله يبارك. معنا سؤال فقط سي خضراوي. تفضل. اذا قدرت تجاوبنا ان شاء الله تحصل معنا على هديه. ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. نعم، سؤال عدد اليوم يقول: كم مره ذكرت الجنه في القران الكريم؟ جنة الله أعلم. كم مرة ذكرت الجنة في القرآن الكريم؟ الله أعلم. 33 مرة. 33؟ الله أعلم 33. أراك متأكد من الإجابة؟ إن شاء الله. للأسف الإجابة تاعك خاطئة. نسأل الله أن يكون رمضان إن شاء الله للشعب الجزائري إن شاء الله شهر مبارك ورحمة بين الناس. ونوجه رسالة للتجار والناس اللي يعني فتح عليها ربي سبحانه أنهم يتفقدوا الفقراء واليتامى والمساكين إن شاء الله، وربي إن شاء الله يجعل لنا شهر مبارك. معنا سؤال فقط إذا قدرت تجاوب عليه تحصلي معنا إن شاء الله على هدية. إن شاء الله. سؤال ديني أو سؤال ديني؟ طبعا. سؤالنا لنهار اليوم يقول: كم ذكرت الجنة في القرآن الكريم؟ بزاف ذكرت الجنة في التحديد فقط. ذكرت كم ذكرت الجنة في عدة صور، مش في صورة واحدة برك. كم ذكرت في القرآن؟ احنا محتاجين سؤال تاعنا، كم ذكرت الجنة في القرآن الكريم؟ 100 مرة أو أكثر. 100؟ 100 مرة. أكثر من 100 مرة. أقل. 70 80 70. للأسف الإجابة كانت خاطئة، ولكن مناسبة شهر رمضان لك كلمة، ماذا تقولين مع حلول شهر رمضان الفضيل؟ نتمنى شهر رمضان هذا يجوز على الأمة الإسلامية بخير وعافية، وإن شاء الله يصوموا بالصحة والهنا، نتمنى لهم كل خير إن شاء الله يا ربي على الجزائر والوطن كامل.
معك برنامج جواب توجر على قناة الأجواء. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مدينة بسعادة، ومشكورين للزيارة هذه. جمال، معنا فقط سؤال، إذا تقدر تجاوب عليه راح تحصل معنا على هدية إن شاء الله. نحاول إن شاء الله نجاوب عليه. سؤال عدد هذا اليوم يقول: كم ذكرت الجنة في القرآن الكريم؟ كم ذكرت الجنة في القرآن الكريم؟ ما عنديش عليها شيء. يونس، شوف ترى هذيك إجابة. يونس. ما عنديش. عندكم شي إجابة؟ ما عنديش. معليش، مناسبة شهر رمضان فقط كلمة ولو كلمة. نقولوا رمضان مبارك لجميع الأمة الإسلامية والأمة الجزائرية خاصة. إن شاء الله نصوموا بصحة والعافية، وبارك الله فيكم على الزيارة هذه. وسامحونا ما كاينلكمش إجابة. للأسف سؤال عدد اليوم لم يجب عليه أي شخص. السؤال يقول: كم ذكرت الجنة في القرآن الكريم؟ الإجابة 66 مرة ذكرت الجنة في القرآن الكريم. إلى هنا أشكركم على المتابعة، صح فطوركم والسلام عليكم. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الرحمن.